مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. إلا قلت لكم باللي أزيد من 70 مليار ديال الدرهم هي مجموع الشيكات بدون رصيد في المغرب إلى حدود سنة 2015، وأزيد من نص مليون مغربي ممنوعين من إصدار الشيك، وحوالي 27 ألف قضية سنويا كتعرض للمحاكم، وبأن عدد من التجار صبحوا كيرفضوا التعامل بالشيك. فهذا هو واقع المعاملات بالشيك اليوم في المغرب. عدد متابعات الشيك ارتفع، عندنا المعدل ما بين 60 و 80 شكايه في اليوم. عطوني الشيك ملي كندفعوا للبنكة كيرجع بدون رصيد. كاين الناس اللي كيلجؤوا لهاد الطرق انهم كيسلموا الشيكات وكيختفيوا على الانظار، كتحرف حقا مذكره سمح الموظف ديال الشيك. كنتوصل مع الوكيل الملك الخدمه ديالي، كانت بوينتي نمشي للقلقب اعتقلو نقدم مع الوكيل الملك. تام صدر واحد الشيك موقع واحد الشيك ديال 20000 درهم. واش التوقع ديالك هذا؟ اذا خلصتي الشيك. خلصت الشيك. التوقع ديالك غادي يصدر واحد المتابعه في حقك بحال الصراحه طبيعه الحال، غادي نحيلوك المحكمه بحال الصراحه. اشحال ديال الشركات كيجي كيبغي يتعاون معايا، ولكن العلاقه قبل الشيكات انا ما بغيتش نتعاون معاه. ما بين 400-380 حتى 400 مليون ديال الشيكات لي بدون رصيد. انت كتبيع الشيك، شي واحد باغي شيك شي شريك عاود لي. شي واحد كيدخل عندك شاك ديال 5 دراهم كيعطيك جوج ولا جوج ونص ولا عطيك شنو. مشاكل التعامل بالشيكات اليوم في المغرب، تجاوزات الشيك بدون رصيد بعد ما ظهرت اساليب اخرى للتلاعب بالشيكات، وهذه الاساليب كتمثل في تزوير الشيكات المضمونه اي شيك سيرتيفي، ووجود اشخاص كيبيعوا الشيكات بغرض النصب. بل ويمكن النصب بالشيكات يتطور بعد ما اصبح كيتروج في المغرب اقلام كيف ما هادو اللي كتشوفوا، واللي بعد الكتابه ديال الارقام والاحرف كتمسح. وهذا الوضع قائم بالرغم من وجود قوانين صارمه في المغرب كتجرم التلاعب بالشيكات، واللي كتبدا من الغرامه الى السجن، لان الشيك في النهايه هو وسيله من المعاملات الماليه وكيحتل المرتبه الثانيه في المعاملات التجاريه. الشيك بين المعامله الماليه والنصب، موضوع حلقه اليوم. أزيد من 70 مليار درهم هي قيمة الشيكات بدون رصيد اللي جرى إصدارها في المغرب إلى حدود نهاية سنة 2015 بحسب أرقام رسمية لبنك المغرب. وهذا الرقم كيزيد بحوالي 3 مليار درهم على ميزانية وزارة التعليم والصحة لسنة 2017 واللي وصلت لحوالي 68 مليار درهم كيف ما كتظهر هذه الوثيقة اللي المصدر ديالها وزارة الاقتصاد والمالية. وباش نقربكم أكثر من هذا الوضع بحثنا عن مخاطب من داخل بنك المغرب باعتباره المؤسسة اللي كتسهر على حسن سير السوق النقدية ومراقبتها. لي زانديكاتور اللي عطيتوني انا في كو وصلوا لي شيكات ل 29 مليون عملية، ما يعادل 41% من مجموع وسائل الأداء. الشيك اليوم كيمثل حوالي نصف المعاملات المالية، وهذا كيجعلو يحتل المرتبة الثانية في المعاملات المالية في المغرب. وهنا سولنا مخاطبتنا من داخل بنك المغرب كيفاش جرى تحديد أزيد من 70 مليار درهم هي قيمة الشيكات بدون رصيد في التقرير اللي سبق ونشره البنك. عندنا قيمة الشيكات الغير المسوّة من هذه 10 سنوات، الحجم المالي إجمالي المجموع الشيكات اللي ما تسوّتش هذه 10 سنوات 2 مليون ديال الشيكات. أزيد من 2 مليون ونصف ديال الشيكات اللي جرى تداولها كانت شيكات بدون رصيد بقيمة مالية زادت عن 70 مليار درهم. سعد شفتوا شحال من عندنا من ديال الناس اللي انتردي دو شيكيك عندنا الوضع القائم والمتمثل في إصدار شيكات بدون رصيد كيدفع بنك المغرب لمنع مجموعة من الأشخاص من الحصول على دفتر الشيكات. وهنا سولنا المسؤولة بقسم مراقبة أنظمة وسائل الأداء والإدماج المالي ببنك المغرب على عدد الممنوعين من الشيكات اللي تمنعوا من إصدار الشيكات المغاربة. اللي هذا سي عندنا الرقم الآخر رقم اللي عندنا سي 621990. فهاد الرقم هذا بعلاين 80% سي أشخاص ذاتيين. أزيد من نصف مليون شخص ممنوعين من إصدار شيكات، وكيف ما جعل لسان المسؤولة ببنك المغرب 80% منهم أشخاص ذاتيين يعني أشخاص عاديين، وأول مكان كيتعرف فيه الشيك بدون رصيد كيكون هو البنك من خلال الوكالات اللي كتواجد في جميع المدن.
حنا الان في وحده من الوكالات البنكيه، وهنا سولنا واحد من المسؤولين بهذه الوكاله على عدد الشيكات بدون رصيد اللي كيشوفوها بحكم انهم كيتوصلوا بشكل يومي بالشيكات. يوميا كنستقبلوا 80 شيك او 100 شيك بالنسبه في الكيشي يتخلص، ويقدر تكون اكثر بالنسبه للشيكات اللي كيدوزوا في كومبونساسيون عن طريق الابناك. تقدر تكون يعني بالنسبه لهذيك وكاله كبيره ديالنا تقدر توصل حتى 600 او 700 شيك. وفي هذه الشيكات هذو كيقدروا يكونوا شيكات اللي كيرجعوا عن يعني ما فيهوش رصيد في الكونت. من بين الشيكات اللي كتوصل بهم الابناك بشكل يومي كتكون شيكات بدون رصيد، وبما ان القانون وحسب الماده 316 من مدونه التجاره جاء فيه يعاقب بالحبس من سنه الى 5 سنوات وبغرامه كتراوح بين 2000 و 10000 درهم دون ان تقل عن 25% من مبلغ الشيك على اي شخص ما قامش بتوفير مؤونه الشيك قصد الاداء عند تقديمه. هذا كيخلي مجموعه من الاشخاص كيتوصلوا بشيكات بدون رصيد كتكون الوجهه ديالهم المحكمة. لهذا توجهنا لوزارة العدل باش نعرفوا شحال هو مجموع المتابعات السنوية اللي كتكون خاصة بقضايا الشيكات بمختلف محاكم المغرب. جرائم الشيك نستطيع أن نقول أن في 5 سنوات الأخيرة تعرف نوع من الاستقرار، بحيث نسجل سنويا حوالي 27,000 حتى 30,000 متابعة بخصوص جرائم شيك. تشكل جرائم عدم توفير مؤونة الشيك الحصة الكبرى من هذه المتابعات، ولكن إذا رجعنا بالإحصائيات إلى 10 سنوات مضت نستطيع أن نقول أن عدد متابعات الشيك ارتفعت، لأنه في سنة 2007 كان 13,000 متابعة، اليوم عندنا 27,000 متابعة. بحسب أرقام وزارة العدل فعدد قضايا الشيك كتوصل سنويا لحوالي 27,000 متابعة. وهنا في هذا المكان المحكمة الابتدائية الزجرية البيضاء كتستقبل حوالي 50% من مجموع قضايا الشيك بالمغرب، وهاد الزوج ديال الاشخاص هما نواب اولين لوكيل الملك بالمحكمه، وهما المكلفين بمتابعه قضايا الشيكات بالمحكمه واللي مخصصه ليه شعبه خاصه بهذه المحكمه. بالنسبه للشيكات اللي تسجلوا البارح شحال العدد ديال 64 شيكايه، 90 مصورين خصهم يمشيو للشرطه. بالنسبه للشرطه باش يتوزعوا على حسب الشرطه القضائيه او الدار الملكي. صافي غير فصلهم دابا ديال الشرطه على حسب المناطق الامنيه، وبالنسبه للدارك فصلهم وجدهم في 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 جوايات باش يجيو في الاغلفه ولا الاضرفه باش يجيو يديو. صافي يلا. عمل النواب الاوليين لوكيل الملك المسؤولين على شعبه الشيكات كيكون مقسم، وكل واحد فيهم كيقوم بدور، وفي اليوم الموالي كيجري تبادل المهام. اليوم واحد غادي يتكلف باستقبال الشكايات، والثاني غادي يتكلف بالتقديم، بالاضافه للاستشاره اللي كيقدموها العناصر الامن والدرك واللي كيتوفروا على الصفه الضبطيه. وهنا سولنا واحد من النواب الاوليين لوكيل الملك على شحال هو عدد الشكايات اللي كيتوصلوا بها بشكل يومي. عندنا المعدل ما بين 60 و80 شكايه في اليوم. بالنسبه للمعدل نعطيك معدلات. بالنسبه لسنه 2014 تسجلت عندنا 14,000 شكايه. بالنسبه ل 2015 12,000 شكايه و600. بالنسبه ل 2016 12,000 شكايه و800. عدد كبير من الشكايات اللي كيجري استقبالها بهذا المكان كيف ما جاء على لسان النائب الاول لوكيل الملك. وحنا هنا داخل مكتب استقبال الشكايات الخاصه بالشيك ما جاتش شكايه واحده. الغد راه غادي تحل شكايه على الشرطه. وماشي زوج. متى تسنيتو هادشي؟ تقريبا في لافاك اللي هو كاين تما كاين ديال واحد 10 4. وماشي ثلاثة، بل العشرات من الشكايات الخاصة بالشيكات. السيد عطاكم شيك ام بي. هاد الشخص واحد من الناس اللي قصدوا المحكمة هاد اليوم باش يقدموا شكاية، فبعد الاطلاع على الشكايات من قبل موظف كتابة النيابة العامة كتحال على النائب الأول لوكيل الملك اللي مكلف باستقبال الشكايات. معاملة تجارية. تجارية. فاش كتمثل المعاملة التجارية؟ الحديد، من هنا الحديد. كتمني الحديد. تقريبا متى تمت هاد العملية؟ وأنا دابا في 2016. 2016.
2016 دابا حنا في 2017 علاش ما بقيتو بخلال الفتره كامله؟ كان كنتصلوا به ما كيجاوبش باش نديروا يعني صلح بيسا كتتصلوا به ما تيجيش يعني من البدايه ما تيجيش اذا من البدايه كنتو تلجؤوا للشكايه ايوا حنا ما بغيناش نوصلوا لهادشي الاول لا وعسى لا وعسى يتساعد معنا ماشي مجيء الناس للمحكمة كيكون ليه سبب وخاصة بعد انتهاء مرحلة مهمة في التعامل بالمغرب واللي كتركز على العرف. كنا عطينا السلالة لهاد الناس عطونا الشيك ملي كندفعوا للبنكة كنرجع بدون رصيد يعني دفعنا جوج مرات كنتصلوا بهم باش نديروا الحل يعني بينا وبينهم نعرفوا غير شنو هو الإشكال اللي وقع عليه الراعي وليه ما كيجاوبش راه من 2016 دابا اضطرنا باش نلجؤوا للقانون بروتينا لو شيك جينا المحكمة باش تعطينا حقنا. الشكايات اللي كتعرض بهذا المكان كتكون اما من قبل الناس اللي توصلوا بشيكات بدون رصيد او غيرها من شيكات محل النزاع بانفسهم او كيجري وضعها عن النيابه العامه من قبل المحامين. اولا وصل شي واش عندهم في الكتاب كندنا واحد اشعار بالاداء ولكن انت كتخرج من هذا تخرج من هذه المعاملة 2016 قاصد من خلال هذه الفترة اللي هنا كانت ما كاينش أداء أحبي شكاية ديال طبيعة الحال ديال شيك بدون مؤونة هذا شخص طبيعي بالنسبة لنا كنيابة عامة كنراقبوا الشكاية رقم البطاقة الوطنية ديال المشتكى به الورقة البنكية التاريخ اللي في شيك واللي في الورقة البنكية الموتيف السبب رجوع الشيك شنو السبب اللي من أجله ما تمش صرف قيمة هذاك الشيك بعد المراقبة كتم التأشير بالموافقة على تسجيل الشكاية. أي شكاية بعد القبول ديالها من قبل النائب الأول لوكيل الملك كيكون عمل آخر كيقوم به موظفي كتابة النيابة العامة واللي كيبدأ بتسجيل ديالها في سجل خاص اللي كيبقى في الأرشيف ومن بعد هذا كيجري تسجيلها بشكل رقمي بغرض حماية الشكاية وهذا الأمر كيسهل عملية تتبع أي شكاية كتحال على هذا المكان. السلام عليكم استاذ بخير استاذ محامي عنده شيء يبين عنوان استاذ الورد اللي عنده الى حدود الساعة العمل مازال مستمر وباقي كتقاطر شكايات. السلام عليكم استاذ الوردي بخير لاباس عليك استاذ الوردي نائب اول سيد وكيل الملك مرحبا 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 عنده واحد بين عنوان سيد وكيل الملك سي يوسف عمل في شكاية ديال الاستاذ يدير لها ذاك السي اديب هذيك استاذ الموكيل ديالك من اسفي اسفي نعم سيدي استاذ الوكيل شنو المعامله كانت معامله التجاري شيك ديال 100 درهم في الاستاذ كان شكايه تحلت على الدركه ديال مسكوره وتبين ان السيد في حاله فرار وموضوع مذكرات بحث بما ان الشيك الاستاذ اشرف على التقادم بقالوا واحد شهرين حنا غادي نحيلوا على التحقيق الاستاذ ولكن مشكل سيدي على التحقيق باش نقول التقادم واخا سيدي الوكيل شكرا هذا ديروا التاريخ ديال اليوم التاريخ ديالو لان راه تحال تاع التحقيق واخا سيدي الوكيل مرحبا. هنا فهمنا من خلال اطلاع النائب الاول لوكيل الملك على هذه الشكايه ومن خلال الحديث ديالو مع المحامي اللي تقدم بالشكايه بان هذا الملف قرب يتقادم وهنا سولنا المحامي علاش جا شهرين فقط قبل تقادم الملف. قدموا ملتمس السيد وكيل الملك والسيد الملك اتخذ قرار بحال على السيد قايد التحقيق باش قطع التقادم. علاش هاد الخطوه درتوها باش نحقوا للمبتغى ديال الموكل ديالتي حصول على الحق ديالها في الشكل اللي تقال لها بدون اللي اكتشفوا بانه بدون رصيد. اليوم قطع التقادم في قضايا الشيكات بدون رصيد وأصبح أمر ممكن بعد ما جرى تعديل المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية واللي جاء فيها ينقطع أمد تقادم الدعوة العمومية بكل إجراءات المتابعة أو التحقيق يعني أن التقادم المحدد أجله في 4 سنوات وكينتهي بمجرد إحالة النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق وهذا الشيء جاب غرض القطع مع ثغرة قانونية كانوا كيستغلوها أشخاص كيقوموا بإصدار شيكات بدون رصيد. زعما كاين هاد التجاوز هاد القانوني اللي كان كاين الناس اللي كيلجؤوا لهاد الطرق انهم كيسلموا شيكات كيختفيوا على الانظار كتحرف حقهم مذكره سمحت كيبقاو هما مختفين على الانظار من اجل الاستفاده من هاد التقادم ولكن
ولكن بالنسبه لنا حنا كنيابه عامه نفس التفكير اللي كيفكروا فيه هما حنا تنفكروا فيه. حنا ملي تيقربوا هذوك الشكايات تيقربوا للتقادم كنحيلهم على التحقيق قطعا لهذا الثقل. طرق التلاعب بالشيكات كتجاوز تقديم الشيكات بدون رصيد. وبلا شك هاد الشخص عدد منكم غادي يعرفو من خلال هاد الفيديو اللي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بغيت نعاود لكم واحد القصه وقعت لواحد صديق ديالنا. هاد السيد اتصلوا به شي وحدين في تيزنيت قالوا له خصنا شي تلفازات كبار ديال 3.5 مليون. ان شاء الله خذ يجري البنكة سولهم قال لهم شوفوا لي هاد الشاب واش فيه الفلوس ديال هاد الثلاجات. طابوه لقوه مزور الشك كله مزور غير باش ما بقاش ديروا ثقه لا في الشك الا مسيرتي في البنكه ولا الا نسيني ولا اي حاجه. دابا كلشي تتزور انا نصيفط لكم. هذا الفيديو كيجري فيه تحذير التجار من التعامل بالشيك السيرتيفي واللي كان كيتعتبر وسيله اداء صحيحه في السابق. وهنا سولناه شنو الدافع اللي خلاه يدير هذا التسجيل. هذا الفيديو بغينا ننبهوا التجار اخرين اللي بحالنا حنايا باش ما يتيحوش بحال هذه المشكله فاش تيتيحوا الناس اللي تياخذوا هذا المبلغ ديال الشك كثير وغارانتي عند البنكه. وفي نفس الوقت واحد العدد ديال الناس اخرين تيقولوا تيشكرونا على داك الفيديو اللي تصنتوا ليه باش الناس يكونوا في غطانسيون من شكات اخرين بهذه الطريقه. هاد الوضع ديال تزييف الشيك اللي جرى النصب به على مجموعه من التجار شنو كيقول بخصوصه القانون؟ سؤال وجهناه لمخاطبنا من داخل وزاره العدل. بطبيعه الحال الاطار القانوني موجود، الماده 316 من مدونه التجاره تنظم تزييف وتزوير الشيك وتعاقب عليه بسنه الى 5 سنوات حبسا مع غرامه ماليه تتراوح بين 2,000 و10,000 درهم على الا يقل لا تقل الغرامه عن 25% من مبلغ الشيك. اذا الاطار القانوني موجود. التزوير ديال الشيكات والتلاعب فيها ما بقاش كينحصر في الشيكات بدون رصيد او تزوير شيك سيرتيفي، بل تجاوز الامر فرنسا تطورت طريقه النصب بالشيك من خلال استعمال السيلوات اللي كتمسح الكتابه ديالها. وهنا دفعنا الفضول نشوفوا واش هاد السيلوات كتروج في المغرب بعد ما سبق وجرى ترويج فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتحضر من هاد الاقلام كيف هاد الفيديو وهذا. وهنا يمكن نأكدوا باللي هاد السيلوات كتروج في المغرب ومن الممكن نلقاوهم في بعض المكتبات وفي الفراشات. والبداية كانت من هنا. هنا كان لنا أول اتصال مباشر مع هاد النوع من السيلوات وزدنا وكملنا حديثنا مع الشخص اللي كيروجهم واش عارف مهام هاد السيلوات. هو السيلو مش معروف هذا باش مسمين عليه السيلو الترافيك. السيلو ديال الترافيك كيف ما جاء على لسان الشخص اللي كيروجهم. وهنا سولناه فاش كيجري استعماله. دابا هذا ما كتكتب شي حاجه وكتعاود تمسحها حتى كتدي كاريجا طايب واحد المهم وكتعاود ثاني تعاود. استدرجنا مروج هاد السيلوات في الحديث وحاولنا نسولو على قانونية بيع هاد النوع من السيلوات في المغرب. نورمالمون هو ممنوع يتباع. عارف انا لما شايف كنبغي باش ما بغيش تبيعوش ليك. شايف كنشوف لا ما راه كنهدي باش نبيع فيه. ترويج السيلو الترافيك كان حتى في عدد من المكتبات وهذه واحدة منهم. عندك السيلوات كتشوفو تشوفها. كيف ما كيظهر هذا الشخص كيبيع هذا السيلو بشكل عادي والثمن في المتناول. ثمن بيع هاد السيلوات هو 20 درهم، يعني أن التزوير يمكن يتستعمل فقط ب 20 درهم. وهنا قمنا بالعملية في هاد الورقة، فبعد الكتابة كتمسح يكفي فقط درجة حرارة قليلة. حاولنا نقلبوا على مصدر هاد السيلوات لكن مجهولي المصدر، والكتابة اللي باللغة الصينية وبحسب الترجمة ديالها اللي توصلنا بها كتقول باللي هاد السيلو كيكتب وكيتمسح فقط. هذا كيبين فين يمكن توصل عملية التزوير والتلاعب في الشيك. سنويا كتعرض على المحاكم حوالي 27,000 قضية خاصة بالشيكات. فبعد تسجيل الشكايات شنو هو المسار اللي كيجي من بعد
وشنو هو الدور اللي كتقوم به النيابه العامه والشرطه القضائيه، وكيفاش كيجري تقديم المتابعين امام النيابه العامه سواء في حاله صراح او في حاله اعتقال. الشكايات اللي كتحال على المحكمة الخاصة بالشيكات مختلفة، فإلى جانب الشيكات بدون رصيد كتكون عمليات النصب بشيكات الغير، والشيكات بتوقيعات غير مطابق، وشيكات مزورة، وشيكات الحسابات المغلوقة، وتداول شيكات الموتى والشركات الوهمية. وكل هاد الشيكات كتقطع مسار واحد بعد قبول الشكايات اللي كيجري توجيهها للنيابة العامة، وهنا كيبدأ عمل آخر. وصلوا في 22 اللي تسجلوا اليوم؟ اه تسجلوا اليوم. انت غادي تعيط الأستاذ، غادي تعيط عين الشق الفا، وانا معيط البرموس محي الحساني وبنمسي شي جو يديو الشيكي تسجلت تسجلت البارح في المساء واليوم في الصباح. صافي عطيني هذاك الهاتف، انا غنعيط البرنوصي. المسار اللي غادي يقطعوه هاد الشكايات غادي يكون هاد المرة خارج المحكمة، بعد ما غادي يجري تسليم هاد المجموعة من الشكايات للشرطة القضائية اللي كيشتغلوا بأمر من وكلاء الملك، وهنا النيابة العامة كتبقى على اتصال مستمر بالشرطة القضائية. الله يبارك الإخوان ديال اللي كيديو الشكايات ما جاوش سيدرو، وها ما راه مقعين موجودين، قول لي يجي يديهم دابا. يلا مرحبا مرحبا. بعد تسجيل الشكايات والقبول ديالها شحال كيتطلب ديال الوقت باش توصل للشرطة القضائية اللي كتقوم بعمل آخر كيكون مكمل لعمل النيابة العامة؟ بحال دابا هاد الشكايات اللي عندنا دابا اللي عيطنا للشرطة باش يدوم، كاين اللي بقى من البارح وكاين اللي يلاه تسجل اليوم، يعني لا بعد التقدير داخل أجر 24 ساعة كنحيلهم على الشرطة القضائية باش كيباشروا البحث ديالهم. وكاين كاين بعض الحالات اللي كتسجل شكايه وكتكون مرفوقه بطلب ديال في الغالب ديال الدفاع ديال الطرف المشتكي، تيخبر فيه وكيل الملك بان المعني بالامر سيغادر ارض الوطن زوال هذا اليوم. اذاك كتسجل شكايه، التعليمات كتعطى في الابان ديالها للشرطه، اول اجراء كدار مذكره بحث تفاديا لفرار هذاك المشتكي في نفس اليوم. في نفس اليوم الشكايات الخاصة بالشيكات كتكون الوجهة الثانية ديالها الشرطة القضائية واللي كتوفر على فرق خاصة بالشيكات. الو وي سمع عمي، شوف شحال من دوسي جا مع النيابة العامة هاد الصباح هذا، كتشوف هادوك لامبي تعزلهم بوحدهم اللي فيهم ليتيج بوحدهم، وكل شيك غادي تعزلو كما العادة بوحدهم، غادي نجي نقسم معك كل شيء. واخا هاكو احنا في المنطقة الأمنية أنفا بالدار البيضاء وبالضبط داخل المصلحة الخاصة بالشيكات، وهنا رئيس الفرقة كيطلع على مجموعة ديال الشيكايات اللي كيجرى التوصل بها اليوم، وهنا سولنا على شنو هي طبيعة الشيكات اللي كيتوصلوا من النيابة العامة. الطبيعة اللي كنتوصلوا بها واحد المجموعة ديال الشيكات اللي كتوضع عند السيد وكيل الملك واللي كيصيفط لنا هاد الإرساليات ديال الشيك بدون رصيد اللي كنتوصلوا بها. كيف كتشوفوا ها هما هاد الملفات يلاه جاوا من عند السيد وكيل الملك. دابا هادو هما الملفات باقيين جداد يلاه جاوا من المحكمه، انا كنطالع عليهم وما فيها باس، غادي تمروا معايا المصلحه وتشوفوا السيركوي منين كيدوز الشيك حتى كيوصل للنهايه ديالو وكيرجع لعند السيد وكيل الملك. اشنو دارت فيه الشرطه البحث كامل، اشنو دار فيه، غادي تفضلوا معايا باش نوريكم اشنو كاين كيفاش كيمر هذا السيركوي ديال الشيك من عند السيد وكيل الملك لعند الشرطه ومن عند الشرطه لعند السيد وكيل الملك. في هذا المكان كيف ما هو الحال بالنسبه لباقي المصالح المكلفه بالشيكات كتحال عليهم القضايا من وكيل الملك، فبعد ما كيعطي وكيل الملك الامر لعناصر الشرطه القضائيه للبحث والشغال على هذا النوع من الملفات، فكيفاش كيجري الشغال عليها؟ السلام عليكم سي محمد، دوك الشيكات وخل علاش جيتي دابا هادو هادو بوينتاج فينا مزال فين شحال وصلتي شحال وصلتي دابا تقريبا دابا تقريبا أول عملية كتجري في الاشتغال بعد توصل الفرق الخاصة بالشيكات بالشرطة القضائية بالملفات اللي كتجي من عند النيابة العامة، كيجري التسجيل ديالها، وهي عملية مهمة كتبين حجم وعدد الشكايات اللي كيتوصلوا بها. كنبقاو واحد العملية اللي هي مسترسلة، كل أسبوع عندنا ملفات جداد، كل أسبوع كنتقتنى ملفات جداد. واش نقول لك سي محمد بالمفخوط راه عنده خبره في عنده خبره لانه هو كيسجل، نقدر نقول لك 160 شحال اسمع محمد تقريبا 140 160 كاين بعض الخطرات ملي كتكون حتى 200
حتى النيابه العامه ما كتقدرش تبقى محتفظه على هادشي، لان هادو المصالح ديال الناس، رزق ديال عباد الله هادو، خصهم يعجلوا حتى هما راه كيصيفطوا لينا، ما يقدرش يبقى محتفظين بيه حتى يتجمع بزاف. المهم انطلقوا في عمليه ديال التنقيط هي اللي غادي توصلنا للحقيقه ديال الشيك. هادوك لي نوتيس يلاه نطلعوا البوانتاج. بعد هاد العمليه كتجي مرحله ثانيه واللي هي مرحله التنقيط اي البوانتاج، واللي هي مرحله حاسمه في عمليه تتبع الشكايات الخاصه بالشيكات. زيد اسمع زيد. عملية التنقيط بدأت، وهنا رئيس الفرقة برفقة عنصر الفرقة كيكتشفوا مجموعة من الأمور، من بينها هذه الحالة اللي صادفناها ديال شخص متخصص في إصدار شيكات بدون رصيد واللي كيديرها لمرات عدة. بالنسبة لك هذاك الرقم ما عارفوا راه هو أو الكليان ديال الشيكات هذا راه خصك تولس بعض المرات ده. هنا سولنا رئيس الفرقة على فين كتكمن أهمية عملية التنقيط. إذا المهمة الأولى والأخيرة هي التنقيط، لأن هو خلاصة ديال الشيك، الموظف ديال الشيك كنتوصل مع الوكيل المالك الخدمة ديالي كنبوانتي نمشي نلقى القب نعتقلو نقدمو على الوكيل المالك، هذه هي الخدمة اللي عندي. خلص راه كنطلقو، جابوا التنازل كنطلقو، كيف ما جا الوقت خصني نرفع الحراسة النظرية دائما باستشارة النيابة العامة. وهذه الخطوات كلها اللي درت من البداية حتى النهاية حتى للرجوع راه أي حاجة غادي كنتصل بالسيد نائب وكيل الملك. اي خطوه كيقوموا بها عناصر الشرطه القضائيه كتكون بتتبع مباشر من قبل النيابه العامه، والممثله هنا في النواب الاولين لوكيل الملك المكلفين بالشيكات، والتواصل بغرض الاستشاره واخذ التعليمات كيكون مستمر عبر الهاتف. غير هذه المعلومات اللي عطيتينا راه كتعلق بهذا السيد، هذا الشيك راه فيه 5 مليون 50 الف درهم وراه تحالت على التحقيق. اتاكد غير من هذه المراجع وعاود هضر معايا. شكرا شكرا الله يبارك فيك. الاستشارة وأخذ تعليمات النيابة العامة أمر واجب، وهنا كل نائب أول لوكيل الملك كتقاطر عليه عشرات المكالمات بشكل يومي، وهذا الأمر اللي وقفنا عليه. ألو 50 ألف درهم أيه. إذن هذا غادي تقدمه غدا في حالة الصراح إن شاء الله. حالة ثالثة هذا 5000 درهم ينكر التوقيع دلا بما يفيد على أنه تقدم ب يعني دار واحد ديكلاراسيون او تعرض شكايه، ودار شكايه نيت مضاد عندنا هنا في النيابه العامه بان الشيك مسروق ومزور التوقيع ديالو كذا. اذا هذا غادي تخلي بحال الصراح، غادي تعيط لنا المستفيد، غادي تستمع ليه، تواجهوا بهذه الهضره ديالو وتواجهوا بالشكايه اللي مسجله ضده وتنتقلوا للبنكه المسحوب عليها الشيك باش تطلعوا لنا على نموذج التوقيع وترفقوا لنا بالمسطره واحد النموذج منه، ومنين نديروا هذه الاجراءات تقدموا لنا بحال الصراح. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. جميع القضايا ديال الشيكات اللي كتمشي للشرطه القضائيه او الدرك الملكي كيستشروا مع النيابه العامه، ملي كيتقدم عندهم هذا الشخص اما تلقائيا او يتم القاء القبض عليه ما كيتاخذوا بحقه حتى شي قرار الا بعد الرجوع للنيابه العامه لتلقي التعليمات المناسبه في الموضوع. تقديم الشرطه للمتابعين في قضايا الشيكات في حاله اعتقال او صراح تيكون بترخيص مسبق عباره عن اوامر من النيابه العامه، وهنا بعد الاستشاره رئيس الفرقه كيعطي اوامر للعناصر اللي كتشتغل معاه بغرض توقيف احد المتهمين. كاين شحال القناه ديال القاضي بشي واحد 4 روشير شي دابا برك دابا عندهم مبالغ مهمه جدا هذوك. هانت زيدك هذا ونعلموا رئيس الشرطه القضائيه السيد رئيس المنطقه عدنا في حاله فرار ولا شي حاجه ولا غيخرج برا ولا شي حاجه برقيه بحث. بعد التنقيط والاستشاره كتجي هذه المرحله. من بعد التنقيط كنفعلوا داك التنقيط ديالنا، كنفعلوها شنو درنا به؟ اللي لقيناه مبحوث عليه راه غادي نكملوا في البحث ديالنا، اللي عنده مونطون كبير هو اللي خصني نبدا به، لان الله يحسن العون راه بنادم ماشي ليه ما نقدرش نقول لك المبلغ مبلغ خيالي، وخصني هو الاول ندير لي برقيه بحث، لان راه رزقو هذاك لا روشيرش برقيه بحث حسمنا فيه في التنقيط هذاك ما نتكلموش عليه. كنحرف حق المذكرات باش كنسهلوا عمليه الايقاف ديالهم، حيت الانسان اللي كيكون شخص مبحوث عليه كتكون عمليه الايقاف سهله، يمكن الايقاف ديالو في فندق او في طريقه في مساله تنقيط عاديه او اي، كتكون عمليه الايقاف جد سهله. وكنديروا بصفه دوليه كنديروا حملات ثانيه كننتقلوا لي ديسونت كنديروا انزال في الصباح كنديروا انزال الصباحي الانزال المسائي كنديروا حملات الليل. ودابا شكون غتصيفط الله يمشي يدير التوقيفات؟
عندنا جروب ديالنا اللي كنقوموا بالعمليات التوقيفات اللي ما كيوقف الصباح مساء ما كنوقفوش. تليفون لي ميساج فلان ها العنوان ديالو ها الامور ديالو راه مبحوث عليه. بعد التوقيفات اللي كيقوموا بها عناصر الشرطه القضائيه كيجري تقديم المتابعين في قضايا الشيكات امام النيابه العامه الممثله في النائب الاول لوكيل الملك اما في حاله اعتقال او في حاله صراح. انت مصدر واحد الشيك موقع واحد الشيك ديال 20000 درهم، شوف واش التوقيع ديالك هذا؟ التوقيع ديالك تعاملتي مع هذا المستفيد من هذا الشيك؟ السيد تعاملت مع داك غير بالنسبه للوكاسيون. اذا خلصتي الشيك؟ خلصت الشيك. التوقيع ديالك؟ غادي نسطر واحد المتابعه في حقك بحال الصراحه بطبيعه الحال، غادي نحيلوك للمحكمه بحال الصراحه باش تكمل معك الاجراءات. استنى انا واحد 5 دقائق باش تاخذ السلعه ديالك. خلص عادي هاد الشخص هذا صدر شيك كيعتبر بان التوقيع ديالو منين 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 تم القاء القبض عليه من طرف الشرطه هو تقدم تلقائيا لا بما يفيد انه ادى قيمه الشيك في صندوق المحكمه. اتصلوا بنا كنيابه عامه استشروا معنا ان راه هما مدعي على اساس انه يتقدم في اليوم الموالي وفعلا اليوم تقدم. غادي نسطروا بحق المتابعه في حاله صراح طبق الماده 316 مدونه التجاره ونحيلوه للمحكمه بموجب ملف معين ملف جنحي تاديبي عادي اللي كاين التوقع اسم الكل. هذه كانت حاله ديال شخص قدم شيك بدون مؤونه وبعد الاداء تقرر متابعته في حاله صراح مع الاحاله على الجلسه وهنا تقدمت امام النائب الاول لوكيل الملك حاله اخرى لكن هذه المره ما كتعلقش بشيك بدون رصيد. خدماتك الشرطه القضائيه من اجل واحد الشيك يحمل مبلغ ديال 68000 درهم 564.36 طالع على هذا الشيك التوقيع ديالك هذا التوقيع ديالي الشهاده البنكيه رجعتوا بان التوقيع غير مطابق علاش؟ ما عرفتش تغير التوقيع؟ ما عرفتش ها؟ ما عرفتش كتصر بان التوقيع ديالك هذا انا كنبين التوقيع ديالي التوقيع ديالك هنا بعد الاطلاع على الشهاده البنكيه تبين على ان هذا الشيك يرجع التاريخ ديالو 2012 وبالتالي دازت علي امد التقدم له 4 سنين وبالتالي غادي نحافظوا على المسطره بحقك بعد الاداء وللتقادم انك تصدق تقرر وبعد اداء قيمه الشيك لصندوق المحكمه تقرر الحفظ للاداء وللتقادم مع اشعار طرف المستفيد باش يجي يسحب الفلوس ديالو من الصندوق. لا كتحيد مباشره بعد تقدمك الشرطه بعد التقديم ديالك وأديتي لأنه جاوبك أنت بحال صراح مأدي الشيك الشرطة مباشرة أوتوماتيكيا بعد التقديم ديالك في حالة صراح هما على علم بأنك أديتي راه مباشرة غادي يوضعوا حد لهذيك المذكرة في البحث المنشورة في حقك. هذه الحالة وبعد الأداء تقرر حفظ الملف بسبب التقادم وتقرر أيضا حذف مذكرة بحث كانت صادرة في حق الشخص المعني وهنا في التقديم مع النائب الأول لوكيل الملك كان صادفوا حالات مختلفة كيف ما هذا الشخص خدمتك الشرطة القضائية على واحد الشيك ديال 116000 درهم يعني 11,600,000 فرنك هذا التوقيع ديالك لا توقيع ولا كتابة ملي عطينا التعليمات تم الإيقاف ديالك وسنتولك عطيناهم تعليمات باش ينتقلوا للبنك ويطلعوا لنا على نموذج التوقيع تبين على أن فعلا بالعين المجردة يعني كاين واحد الاختلاف كبير بين التوقيع ديالك اللي في الشيك. حنا في هذه الحالة كنقرروا إرجاع هذا الشيك إرجاع هذا المسطرة برمتها للشرطة القضائية قصد إتمام البحث معك ويستمعوا لنا المستفيد وإلا قصد الحال كان أمره بإنجاز خبرة. صافا سي محمد يلا سيدي تفضلوا الله يعاون. انتظرنا انتهاء التقديم هذا الشخص وسولنا النائب الأول لوكيل الملك على واش هذا النوع من الحالات كيكون نادر. الحالات هذه كتصادفنا مرارا وتكرارا كاين يعني واحد النسبة معينة بحال مثلا كل تقديم فيه بحالة من هذا النوع ولا كل 3 أيام ولا كل أسبوع فهاد الحالة هذه منين الشخص وحنا كان 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 يعني عندنا كنراقبوا الشخص وكنعرفوه شكون اللي صادق شكون اللي ما صادقش بالاضافه للمستندات والوثائق المضمومه للملف بحال هذا الشخص اللي داز عندنا في التقديم اليوم قررنا نرجعوه للشرطه القضائيه قصد اتمام البحث نعطيو تعليمات للشرطه باش يديروا خبره على هذا التوقيع المضمن. ماشي حاله ولا زوج اللي كتعرض على التقديم بل عشرات الحالات وفي الحالات اللي كيجري فيها نفي صاحب الشيك كتابه الشيك أو التوقيع عليه كيجري إعادة الملف للشرطة القضائية بغرض تعميق البحث وإحالة الملف على الخبرة.
صيفتي هذا صيفتي للمختبر ها ها قريتي التعليمات ديال السيد الوكيل الملك طبيعه الحال راه طلب منا باش نديرو الخبره خديتي التوصيل بانه عطيتيهم الشيك طبيعه الحال رجعتي للوكيل الملك بان راه الشيك مختبر العلمي الخبره الخطيه كتجري في مختبرات الشرطه العلميه بطلب من عناصر الشرطه القضائيه فشنو كيتقرر بعد اجراء الخبره الخطيه الخبره الخطيه كتجي عندنا كنستنتجوا بان راه فلان هو مول هذيك كاين جوج حوايج عند وكيل الملك هذيك الساعه الفينال النهايه يا اما تخلص يا اما الاعتقال ما يمكنش غادي تكذب عاوتاني على وكيل الملك لا ماشي انا ماشي انا في الاول اه ماشي انا ولكن دابا ملي ولات النتيجه ديال المختبر مهم من بدايه صار الشكايه الى النهايه ديالها واللي كتمثل في المجيء بالمتابعين في قضايا الشيكات وتقديمه امام العداله ومواجهتهم عدد من التجار ولاو كيرفضوا التعامل بالشيك بالرغم من ان القانون كيلزم باللي المعاملات الماليه اللي كتكون اكثر من 2 مليون سنتيم خاصها تجري بواسطه الشيك لكن هذا الرفض ليه اسباب وغادي نشوفوا ايضا ماذا قانونيه فرض الشيك كضمان وكيفاش كيجري منع الاشخاص من اصدار الشيكات جد ارجع زيد محمد حنا الان في واحده من الشركات الخاصه باستيراد العود من الخارج ومن الصين بالتحديد وايضا اللي كتقوم بعمليه البيع ديال العود بالجمله في مختلف مناطق المغرب وصاحب هذه الشركه الصيني الاصل واللي كيستقر في المغرب لمده كتقارب 20 سنه كيراقب عدد من الطلبات اللي غادي يجري البيع ديالها بالجمله وفي هذه اللحظة صاحب الشركة غادي توصل بطلبات أخرى يعني أن هذه الشركة عليها إقبال شي كوموند هذه الشكلية خاصة نوجدهم دابا شكون هذا؟ هذاك السيد ديال مراكش تخلصوا؟ بعد نخرج السنة صافي واه هذيك ديال الأخرى شنو درت الحاج خلصك؟ خلصنا الحاجة ليه ما كانش خلاص ما كان ما تخرجش السنة حبة ما تخرجش ما قلنا ما قديش اللي ما صدعنا إبار اللي قلب علي ما عنيش وقت قلب علي فين قلب كيفين كان هاد الطلبات اللي غادي يجري توزيعها على عدد من تجار العود هي بملايين الدراهم وهنا سولنا صاحب الشركة عن المعاملات التجارية كيفاش كتم واش نقدا أو بواسطة الشيك صافي خلاص هو العود وآخر ساعة المعاملة التجارية أنا خاصك كده قلت دابا خاصك خلصني بعد أنك خرجت السلع ما بغيتش ما قدرتش نشد الشركات الشركات نورمال دا قانون كيقول لك خاص الشركات كيتعاون مع شيكات ممنوع اسبيس نحن انا دابا كيخلي وليتي كيتعاون مع شويه ديال اسبيس علاش السبب انا باش بعد شيكات يرجع الام بي ما بقاش انا فين نقلب على الناس ما بغاش خلصني اشحال ديال الشركات كيجي كيبغي يتعاون معايا ولكن على قبل الشيكات انا ما بغاش نتعاون معاه هنا المعاملات بالشيك مرفوضة وأي معاملة كتجري نقدا بالرغم من أن القانون الحالي أصبح من خلال الفصل 193 من المدونة العامة للضرائب كيفرض باللي أي معاملة تجارية كتوصل لزوج مليون سنتيم خصها تجري بواسطة الشيك بل وفرض غرامات بهذا الخصوص ديجا مشاكل أنا أريكم دابا اللي مشاكل مورا بعدنا ما بقينا حبس ما بقاش نشد شيكات لكن هذا الوضع اللي كتعرفوا هذه الشركه وغيرها من الشركات والتجار كيكون لهم سبب فشنو السبب اللي كيدفع التجار لرفض التعامل بالشيك اليوم انا اوريكم انا هذا الشيك فيه 94 مليون ديال سنتيم للزياده هذا الشيك فيه 71 الف درهم هذا الشيك فيه 48 مليون عندك مجموع الشيكات اللي عندي شيكات مجموع ديال الشيكات كيكون واحد تقريبا واحد ما بين 400 380 حتى 400 مليون ديال الشيكات اللي بدون رصيد هادشي اللي مابقاش انا كيتعاون مع الشيكات قانون كيقول لك ممنوع ما شركات كيتعاون مع اس بي اس اما شكون كيحميني هاد الوضع ماشي استثنائي حنا الان في مكان اخر في اجتماع لمجموعه من التجار والنقاش الدائر هنا حول الشيك والتعامل به انا نعطي الشيك ديالي وكنعطيه للشركات انا حنا دابا التجار حنا مضمونين مي المواطن هو ما مضمونش هو تقدا عندك باش تعرفوا النهار الاول تيجي عندك مزيان غيعطيك الشيك وانت غتبقى مسالي البنك ها هو الدفع ما فيهش فلوس ها وما عاوتاني ها هو الدفع داكشي باش انا بعدا فقدت الثقه في الشيك عند المواطن من خلال نقاش دائر كي
ظهر باللي البعض كيرفض قبول الشيك في المعاملات التجاريه، وهنا وجهنا السؤال علاش تخوف هو هذا النص بحال كينصب عليك واعطي اعطيتي السلعه اعطاك الشيك دفعتي ما لقيتيش الفلوس اش غادي دير تعطيه للمحامي ها هو مثلا عندك غير 100 درهم ديال السلعه شحال غادي قبط معنا ندفعتو للمحامي باش يتبع الدعوه شحال نعطي للمحامي ونعطيه على الاقل واحد على الاقل واحد 1000 درهم ايوا شنو هذا ها الشكل الاول الشكل الثاني الشكل الثالث غتعطي للمحامي الشكل الاول فيه 100 درهم الشكل الثاني فيه 200 درهم شحال عندك قاعد تربح في داك الشك ترى ما كان في داك هذوك الشكات اللي دابا اللي خديتي شحال فيه قاعد تربح ديال السلعه ما تكون حتى 20 درهم في المثل 30 درهم وانت غادي تشد محامي ب 150 الف فرنك ولهذا داكشي باش كان ايفيتينا الصداع ديال الشك. السؤال اللي يمكن يطرح نفسه واش من حق اي كان رفض الشيك في المعاملات التجاريه؟ سؤال بغينا ليه جواب من المؤسسه اللي كتشرف على حسن سير المعاملات الماليه واللي هي بنك المغرب. رفض التعامل لان الشيك هو وسيله للاداء دونك عنده الحق لان اللي عندها كور ليغال هي الفلوس يعني هنا ما غاديش يقول لك لا انا ما كنقبلش الدرهم قط وسائل الاداء الاخرى عنده الحق يختار ما كاين حتى حاجه اللي كتقول اجباريه الشيك كوسيله للاداء ما كاينش الاجباريه. الوضع اللي كيتمثل في رفض التجار وشركات التعامل بشيك في المعاملات التجاريه ليه مجموعه من الاسباب منها الخوف من الحصول على شيكات بدون رصيد او شيكات مزوره واللي كتكون امور خفيه كتسمح بترويجها. باش نعرفوا الوضع جينا لهذا المكان ضواحي مدينه اكادير وهنا كيجري بيع الشيكات وعدد من الاشخاص كيجيو لهذا المكان لشراء شيكات بدون مؤونه وهنا وبالكاميرا الخفيه كان لينا لقاء مع واحد من هاد الاشخاص اللي كيبيعوا الشيكات والوصول ليه ما كانش امر سهل. مثلا كيفاش تقطع الشيكات ديال كل بلاد تاخذ كارنيه في البنك وتبدا تبيع باش نعرف لو هنا نصور ندخل معاك شي حوايج غادي تعرف شي حوايج ما نقدرش نعرفهم كاين شي حوايج ما يمكنش نقولهم لك لان هذاك الشيء الناس اخرين كيتاخذوا. بعد ما رفض يكشف لنا كيفاش حتى اصبح كيتاجر في الشيكات وكيقوم بالبيع ديالها زدنا وسولنا هاد الشخص كيفاش كتتم عمليه بيع الشيك. يعني مثلا انا قلت لك عندك شيك ورقه قويه ديالي ورقه قويه ديالي وعطاني حتى تطلع ها ولا كنعاود كملنا الحديث مع هذا الشخص باش نعرفوا خبايا الامور كيفاش كتم. مثلا واش كتم واحد كتم المنطقه اللي كتبيع الشيكات اللي بغا يشوف تبيعو ولا كاين بزاف الناس كيديروا هاد الشيكات كاين الموجود. زدنا وسولنا هذا الشخص على شكون هما الناس اللي كيقصدوه لشراء الشيكات بدون مؤونه. بعد هاد الدردشة اللي كانت بالكاميرا الخفية سولنا هاد الشخص واش يقدر يتكلم معنا أمام الكاميرا. بعد أخذ ورد قبل يتحدث لنا أمام الكاميرا لكن الشرط عدم إظهار ملامحه وهكذا كان. أنت كتبيع الشيكات شي واحد باغي شيك كيشري من عندك عاود كيدير كاين شي واحد كيجي ياخذ عندك شاك ديال 5 دبي كيعطيك جوج ولا جوج ونص ولا على داك الشنو خويا المهم هو كيكون رابح معاك في داك الشاك زعما هاد الناس باش كيشريو من عندك الشاك الثمن اقل من القيمه اللي فيه علاش كيشريو من عندك؟ كيشريو على حساب اساس تا هما كيدفعوا لبلايص اخرين دونك القيمه ديالو كياخذوها السلعه اه وهاد الشيك الشركه فاش كتوصل لك كتخلص فيه ولا ما كتخلصش؟ لا ما كتخلصش بحال وانت تخدم في القرية شي عامين تقريبا عامين اللي انت خدام شحال تقريبا ديال الشيكات اللي ماشي كتبش عليك بحسن ما كنحسبش. بيع الشيكات بدون مؤونة أصبح تجارة بهذا المكان ولكل شيك ليه ثمن انطلاقا من القيمة المالية اللي كيبغيها الزبون وهنا كيجري تحديد ثمن البيع. التعامل بالشيك له اوجه متعدده بل عدد من المجالات صبحت كتفرض الشيك كضمان ومن بين هذه المجالات قطاع كراء السيارات. باش نتاكدوا من الامر زرنا عدد من الوكالات ولغه الحديث كانت واحده ضروره الشيك كضمان لكراء اي سياره ومن بين هذه الشركات كانت هذه. بعد البحث على واش كاينه سيارات متوفره لقات لنا هذه السياره
في المهنات الأثرية. بعد ما لقات لنا السيارة في اليوم الموالي جرى تحديد الثمن ديال الكلاء. وهنا سولنا على شنو هي الوثائق المطلوبة للكلاء. باش نبدا 1450 من السيمانة. الوثائق كتطلب ايضا شيك كضمان، يعني شيك غارونتي، بالرغم من ان القانون كيمنع التعامل بشيك كضمان. وبما ان هذا الوضع قائم في شركة كراء السيارات، توجهنا عند جمعية اتحاد ارباب وكالات تأجير السيارات باش نعرفوا اشنو كيقولوا في حقيقة هذا الامر. هو المشكل ديال الشك الضمان مشكل كبير، مشكل واقعين فيه صح الناس ديال الوكالة تأجير السيارات. المغرب عندنا مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة بالنسبة للشك كي ياخذوه، ولكن عن طريق بتخبية، بتخبية ما كاينش. هو الواقع باش نكونوا واقعيين، هو قانونيا ما خصوش يتشد، ولكن هاد الأمور باش غادي يضمن حقو ديك السيارة اللي عطا. وشنو الدافع اللي كيخلي فرض شيك كضمان في حالة كراء سيارات؟ لا لو كانت حماية ما غاديش يكون واحد غادي يطلب شيك كسبيل الضمان، اللي انا عندي الكونترا ديالي كنعمرها، كنعمر السمية، الكنية، كنعمر المسائل ديالي. الكونترا حامياني، الكونترا فاش كاين وقع المشكل ديال السيارة ولا تضرب ولا شي حاجة، لاسيرونس كتخلصني 5% اللي كيبقى ديال لا فرانشيز. كنضطر انا ديك الكونترا خصها تكون فيها الاعتقال ديال داك السيد، ديال داك الشخص اللي السيارة مشات ولا شي حاجة. المهم هذيك الكونترا تكون مصادقة عليها من طرف وزارة النقل ووزارة العدل. هذا هو اللي خصك تعرفوا، مهم هذه القضيه. الا كانت الكونترا اللي عندنا حنا موحده على الصعيد الوطني، ما كناش غنوقعوا في هذا الشيك ديال الساعه على سبيل الضمان نهائيا. التعامل بشيك كضمان امر غير قانوني، فشكون اللي كيتابع في هذه الحاله؟ واش اللي قدم الشيك او اللي تسلم الشيك او هما معا؟ التوضيح، قبل سنه 1996 قبل صدور مدونه التجاره كان يعاقب من يقدم الشيك على سبيل الضمان ومن يتسلم الشيك على سبيل الضمان. اليوم المشرع يعاقب فقط من يتسلم الشيك على سبيل الضمان، يعني قبول الشيك على سبيل الضمان. انا اعطيت واحد الشيك على اساس ما يتخلص حتى لواحد التاريخ، ما كنتعاقبش انا، وانما كيتعاقب اللي كياخذ الشيك على اساس ما يصرفوا حتى لواحد التاريخ لاحق. القانون وضع عقوبات بغرض ضمان حماية التعامل بالشيكات، وأيضا حتى بنك المغرب وضع قوانين خاصة في جميع الأبناك، والغرض واحد، قطع الطريق على الأشخاص اللي كيقدموا الشيكات بدون رصيد. وحنا هنا في واحدة من المصالح اللي كتواجد في جميع الأبناك واللي عندها مهمة خاصة. نتمنيا حتى تقريبا 12 خصو يحيدو من الاولين، وابخي كنديرو طواليطاج ديال الشيك انتيغاجونس. هاد المصلحه مهمتها مراقبه وتتبع اي شيك كيوصل للبنك، واي شيك بدون رصيد كيجري التعامل معاه بطريقه خاصه. فكيفاش كيجري التعامل معاه؟ هاد المصلحه في القليل، لان ملي كرجعينا الشيك ان بي، هاد الشيك بيه المعلومات، حنا ولاد الشيك بي او الزبون اللي وقع في هذا المشكل، هاد المعلومات كلهم في اخر ديالنا، في اخر النهار كيتم ارسالها في واحد، حنا كنقولوا واحد الفيشي للبنك المغربي. هاد المعلومات هذا كنت في كل شاك في ان جوغلي، ماشي حنا اللي يعني كاع الابناك اللي في البلاص هذا كيقولوا هاد المعلومات كيتم ارسالها في البنك المغربي، في السيب في الرباط. ابخي كتكون واحد التريتمون في هذاك السيرفيس، وكيكون من بعده واحد ديسباشين عند لي بنك كاملين. يعني هذاك ما كتوصل عند البنك المغربي كتوصلوا بهذه المعلومات، كيقوموا بجميع هذه المعلومات، ومن بعد ذلك يتم نشرها الى جميع الابناك. حتى باش هاد الناس اللي عندهم هاد الزبون الى مشى الى واحد وكاله اخرى او وكاله بنكيه اخرى، كيكون انه عنده واحد، يعني كيكون ديجا مديكلاري في هذا، حيت الى ديكلارا في واحد مؤسسه بنكيه ما يمكنش ليه يفتح حساب في مؤسسه بنكيه حتى يقد حتى انولي هاد، حتى يحيد هاد حتى يدوا غيغولاريزي هاد لانسيدون. سينو حيت بحال كده هاد لي فيشي هادو بحال كده المعلومات كيكون دائما منتشرين في جميع الابناك. الا كان عندهم مشكل في البنك فاكيد انه عندهم مشكل في جميع الابناك.
فالسؤال اللي كيتطرح، شنو العقوبات اللي كتفرضها الابناك على كل من قدم الشيك بدون رصيد؟ العقوبات انهم كيتحرموا من 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 الشيك، يعني من 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 الاستفاده من يعني من الشيك. وهذه القضيه يمكن يمكن انه يعني انيولي هذا، ولكن اذا كان واحد إذا قام بواحد الإجراءات، خصو يبقى واحد الإجراءات، وهذه الإجراءات هذه راه متفقين عليها جميع الأبناك، والإجراءات اللي هي راه معروفة عند الأبناك كلها، اللي هي أنه خصو هذا الشيك خصو يتخلص، يبان لنا بأن حنا تخلص، وعندنا في الكشف ديال البنك ديالو يعاود يتوبريزونتا أون دوزيام فوا ويتخلص، سينو ولكن غيشوف مع المستفيد من الشيك أنه كيعطي واحد الإقرار بأن هذا بأنه تم الاستفادة من مبلغ الشيك نقدا. والإقرار خاصو يكون يعني يعني مع تصحيح الإمضاء، ويعني ديكلاراسيون مع خاصو يخلص واحد 5%، حيت كانت ديكلاراسيون الأولى كتكون فيها 5% والثانية 10%، وأنسي دو سويت يمكن كمل 5% 10% هذوك حسب حسب العود ديالو كيكون في الأولى والثانية والثالثة أنسي دو سويت. أي شيك بدون رصيد كيجري وضع صاحبه في الخانة السوداء، ماشي غير في هذا البنك فقط، بل كيجري التعميم ديال الاسم ديالو على جميع الأبناك عن طريق بنك المغرب. هذه من جهة، ومن جهة ثانية كيجري متابعته قانونيا بعد ما كيجري وضع شكاية عند وكيل الملك. والغرض من كل هذا ضمان جو سليم للتعامل بالشيك، لأنه كيتعتبر ثاني وسيلة أداء في المغرب. الحصول على دفتر شيكات في المغرب أمر سهل، والأمر كيتطلب فقط بطاقة تعريف، وهذا يقدر يكون سبب من الأسباب اللي كتخلي الوضع القائم اليوم في المغرب بهذا الشكل. وهذا الوضع قائم بالرغم من وجود قوانين صارمة، سواء اللي خاصة ببنك المغرب أو الخاصة بالمتابعات اللي كتخصص بالمتلاعبين بالشيكات. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس قناتنا.